عندك 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 عندك. إذن مشاهدي قناة شوف تيوي، فاللي كتشاهدوا أمامكم هو أن الأركيد تم تفرقة الجماهير من طرف رجال الأمن. فالجماهير كثيرة كثيرة جدا هنا في مركب محمد الخامس. اليوم هي مقابلة استثنائية، مقابلة بالنسبة للجماهير رجوية مصيرية من أجل التأهل لدور نصف نهائي. فالعدد كبير وطوفان كبير من الجماهير، طوفان كبير من الجماهير الرجوية اللي جات بالتذاكر ديالها من أجل الدخول للملعب. اليوم كنقول لكم بان مقابله استثنائيه، مقابله تاريخيه للجماهير الرجويه من اجل التاهل لدور النصف النهائي عصبه الابطال. اليوم مقابله غتجمع الرجاء ضد الاهلي، وفريق الرجاء منهزم بهدف اللي صبر هناك بالقاهره. عدد كبير من الجماهير، رجال الامن استانوا بالمياه اللي تسميه مشات ليا باش نقدم لكم الوصف. هنا قاصرين مثلا بحال دابا هاد الوليد قاصر ما عندوش تذكره كيفاش غادي يدخل، فهنا كاين اشكال. هنا كنتمناو ان حتى شي واحد من الجماهير ما يتصابوا. الجماهير رافع اليد ديالها، رافع اليد ديالها بشكل سلمي، باغين غير يدخلوا فقط. هذا ماشي شغب اللي كنتكلموا عليه، ماشي شغب ولكن العدد كبير، ماشي شغب ولكن العدد كبير ديال الجماهير، العدد لا يحصى من الجماهير. الجماهير عدد كبير لا يحصى منها. جماهير كبيرة وكبيرة جدا، فكنتمناو الخير إن شاء الله لجميع الجماهير الرجوية وكذلك حتى لرجال الأمن. مبغيناش إصابات، بغينا كل شيء يدخل، ولكن راه لا يمكن هاد الجماهير كاملة تدخل لأن العدد كيف كنقول لكم كبير وكبير جدا. فاليوم الرجاء خاصها تربح، يعني بهاد الجماهير اللي كاينه، الجماهير لبات النداء، جات من كل مدينه ماشي فقط يعني من مدينه الدار البيضاء، فخاص اليوم فريق الرجاء البيضاوي يفوز ويتأهل، لأن ما يمكنش هاد الجماهير يخيب الظن ديالها وهي ضحات بتذكره الثمن ديالها مرتفع، ضحات بالوقت ديالها، ضحات بالصحه ديالها، فأكيد خاص اللاعبين ياخذوا بعين النظر بان هناك شعب من وراء الفريق كيشجعوا وكيدعموا وكيساندوا، فخاص اليوم الفوز ولا شيء من غير الفوز. الناس اللي كيقولوا شغف ليس هناك شغف، الجماهير رفع اليد ديالها بشكل سلمي بالتذكر ديالهم. صحيح ان هناك بعض القاصرين اللي باغيين يدخلوا وما غايخليهمش يدخلوا رجال الامن، لان العدد راه تقريبا الملعب غنقدروا نقولوا بانه راه شبه ممتلئ، واغلب الابواب ديال المركب محمد الخامس فهي ممتلئه او تغلقات، الابواب تغلقات. فاليوم ملي كنتكلموا على مركب محمد الخامس
انا كنسميوه مركب الرعب، مركب الانجازات التاريخيه للكره المغربيه، سواء الرجاء سواء شوف 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 شو طريقه حضاريه جميله من الجماهير الرجويه في اتجاه رجال الامن التصفيقات، وتحيه رجال الامن. يعني باش تكون الامور واضحه، باش ما تكونش هناك مزايدات، الجماهير بالتذاكر ديالها باغا تدخل ولكن الملعب ممتلئ، وهناك بعض الجماهير اللي ما عندهاش تذكره. هذا هو الاشكال الكبير. ملي كنقولوا بان للفرق جماهير وللرجاء شاب، فهنا خاصكم تاكدوا، وللناس اللي حاضرين هنا في المحيط المركب محمد خميس فعرفوا اشنو كاين، وشافوا بالاعيون ديالهم بان الا كانوا جوج الملاعب مثل ملعب محمد خميس الان، فبهاد الجماهير يقدروا يمتلئوا بشكل سريع، لان العدد كنقول لكم طوفان بشري راه من جميع الازقه والشوارع في جميع الاماكن، حتى المقاهي اليوم غادي يكونوا عامرين، لان ماشي كل شيء جا، هذا راه غير واحد العدد. جمهور كبير وكبير جدا، جمهور يستاهل فريق ينافس على جميع الالقاب، ولكن خاص يكون عنده مكسب مسير اللي يكون كيحترم هاد المشجعين، ماشي مكسب مسير كيبانوا ليه هاد الجماهير فقط من اجل المال، ترفع التذكره ودير الثانيه. فهاد الجمهور كيستاهل يكون عندهم مكسب مسير من الحجم الرافع، فربما غادي يتم الاستعانه كذلك بالمياه من اجل تفريقات الجماهير. اذا هادو جماهير ربما اقوى الفرق العالميه، قسما بالله انا كنتكلم وانا اللي كنشوف وكنحضر، فربما الى شاهدوا هذا العدد الكبير اللي كاين ديال الجماهير فغيحسدوا فريق الرجاء البيضاوي على هذا الجمهور الكبير جدا. كتلقى فيه دري صغير وكتلقى فيه الشيباني، كتلقى فيه الشيباني وكتلقى فيه بنت صغيره، عائلات جاوا الناس مضحين بالاموال ديالهم باش يساندوا الرجاء اليوم من اجل العوده في المقابله، وبالامكان فريق الرجاء البيضاوي انه يرجع في المقابله ويفوز، لان سبق الفريق الرجاء البيضاوي انهزم هنا امام الزمالك، وكان انذاك المدرب على ما اظن ما مشات لي الاسم ديالو، ولكن هناك في مصر امام الزمالك المصري فقدر فريق الرجاء البيضاوي انه يفوز بثلاث اهداف لصفر. الزمالك ليه في مصر 2005 باقي صغير بزاف يا جور وسميتو العلودي والاخر مايغا يا جور ولا مارك الاول كان سلامي. اذا الكرة راه سهلة جوز زيرو هنا 3-0 ليه، وفي الاخر الراجل دات كاس العرب، ف هذا الشيء اللي تذكير بالتالي غا باش نازر راه ساهل. شوف كون راجل غتجيبو. نعطيكم غير واحد النقطة، راه المدرب قسما بالله كان سبب في الهزيمة، لأن كل مدرب كيلعب على حسب إمكانية اللاعبين اللي عنده. وليد ركراكي في كأس العالم أول مقابلة ضد المنتخب الكرواتي، وكرواتيا وما أدراك من كرواتيا، لعب حسب إمكانية اللاعبين. رجع اللور لعب خطة دفاعية، جاب معهم نقطة. المقابلة ديال بلجيكا كذلك لعب خطة دفاعية ولكن لعب الكونتر اتاك، ما طلقش اللعب وفي الاخر ربحهم. فكل فريق خاصو يلعب على حسب امكانية اللاعبين ديالو. فنتمناو خير ان شاء الله، نتمناو خير ما نفقدوش الامل. فاليوم هذا الجمهور اللي يقدر بالالاف، انا كيبان لي زون 6 اللي هي مغلقة، فبهذا الجمهور اللي كاين ما غاداش تبقى مغلقة، غادي يدخلوا لها الجماهير لان العدد كبير وكبير بزاف. إذا غادي نختم هذا المباشر باش ننتقلوا لنقطة أخرى نقربكم منها.